السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحكي ولا أبيب. حقيقة المشروع هذا راه في تزايد قوي. يعني آخر فيديو درته عنده 4 أيام أو 5 أيام كانوا في 290، دروك في 300 تقريبا، في 360 لما نضغطوا على تويتر هنا. نشوفوا هنا 357 973 أبوني. هنديروا الفيديو هذا. هذا الفيديو مختص لإمكانية الفوز بألف دولار للأشخاص اللي من صناع المحتوى، سواء يوتيوبر أم صناع المحتوى على تيك توك. ونظن أنه كاين المتابعين اللي معايا عندهم تيك توك، من الممكن أنهم يشاركوا في هذا الأمر. طريقة بسيطة برك، لما تدخل التويتر راح تضغط على الرابط هذا، كما نشوف راح تخرج معنا الواجهة. لما تضغط على الرابط راح تخرج الواجهة هذه بسيطة. الواجهة تعمر هنا البلد تاعك، هنا تحط التليجرام تاعك، إذا كنت من صناع المحتوى تاع اليوتيوب تحط لهنا رابط الفيديو تاعك، إذا كنت هنا من صناع المحتوى تاع التيك توك تحط هنا رابط الفيديو تاعك، وهنا تضع كود الإحالة تاعك وترسل الفيديو. كما يقول لك هنا عدم إرسال كلمة المرور عبر نماذج جوجل مطلقا، يعني كلمة السر تاعك. نتمنى من الجميع يشاركوا في هذا الفيديو، في هذا السباق كما يقولوا. ومن بين الأمور اللي يختاروا عليها الأداء تاع الفيديو، يعني الفيديو لما يكون الأداء تاعو مليح يعني مخدوم مليح. الحاجة الثانية نسبة المشاهدة، يعني الناس اللي شاهدت الفيديو تاعك هذا. فيما يخص شرح المشروع مثلا، والفيديوهات اللي كانوا قبل 26 أبريل ما يتحسبوش، يعني لازمك فيديو جديد من اليوم أمام 27 28 29 إلى غير ذلك. أنا عن نفسي مانيش راح نشارك، لأنه مانيش راح نحاول نحط فيديو طريقة المشاركة وما شابه ذلك وشرح المشروع، لأني كنت عملتهم. ولكن اللي كان لكن كاين قنوات ولا صفحات على التيك توك مثلا، لي كونت على التيك توك مازالوا ما عملوش هذا الامر. وانا من المستحسن التيك توك لانه الفيديو تاعو صغير، من الممكن انه ممكن كاين اشخاص يفوزوا. هما ما قالوش راح يفوز شخص واحد، راح يفوزوا عده اشخاص. وش راح نقول لكم؟ بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.